معلومات عن حمام الحرم. حمام الحرم لا يزيد نسله ولا ينقص وكأنما ينظم نسله مهندس ولا يختلط به نوع آخر من الطيور. حمام الحرم له مناعة قوية ضد الأمراض حيث أن العلماء استبعدوا إمكانية إصابته بإنفلونزا الطيور لما يتمتع به من مناعة قوية. حمام الحرم يطير في حلقات دائرية حول الكعبة ولا يحلق فوقها أبدا. يصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عششتا على باب الغار أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان جزاؤهما أن يعيشاهما وذريتهما آمنين في الحرم لا يجوز قتل حمام الحرم ولا تنفيره ولا إفساد بيضه ومن فعل فعليه فدية حمام الحرم لا يبيت في الحرم وإنما خارجه ويعود عند شروق الشمس لذا ليس له عشاش في الحرم حمام الحرم لا ينضج لحمه ابدا على حسب روايه اهل مكه